ومعنا أيضا عبر الهاتف الدكتور أحمد الشامي، مستشار النقل البحرية، خبير اقتصاديات النقل. تحياتي لك دكتور أحمد. أهلا، صباح الخير. أهلا بحضرتك دكتور أحمد. بعد تعميق القطاع الجنوبي لهيئة قناة السويس، وأيضا بعد دخول معدات أو وحدات بحرية جديدة، ماذا عن هذه النقل النوعية التي سوف نشهدها في الفترة القادمة؟ وما الذي يعود علينا بالإيجاب بعد هذا التطور؟ بص حضرتك، وزي ما قال السيد الرئيس يعني وأشار ل 2014 2015 قناة السويس الجديدة، أنها زادت من تصنيف قناة السويس، زادت حجم استيعاب الطاقة من السفن. ده نفس الأمر بيتم في المنطقة الجنوبية. كويس، زي ما شرح سيادة أسامة ربيع، قال ان هو النهارده بيزود العرض بتاع القناه، لان المنطقه اللي هي بيتم فيها الاعمال دلوقتي من اقل المناطق عرض في قناه السويس 205 متر، فبيزودها 40 متر لزياده المناوره، وبيزود الاعماق من 66 قدم ل 73 قدم، والمستهدف ان هو يزود الطاقه الاستيعابيه لقناه السويس ست سفن. وزي ما اعلن سياده الرئيس يعني ربنا يسهل ان شاء الله، تبقى على نهايه ست السنه الجايه تنتهي هذا الامر بالنسبه للمرحله الاولى. خد بالك دي مرحله اولى اللي بتتم، يعني انت المنطقه الجنوبيه 80 كيلو. كويس، انت خدتي مرحله اولى، واحنا كانت تقديراتنا السابقه قبل كده يمكن من اكثر من 10 سنين ان يمكن ما نحتاجش هذا الامر الا مثلا بعد سنة 2030، بس الأحداث وتغيرات الأحداث اللي تمت الفترة اللي فاتت أثبتت صحة رؤية القيادة السياسية لابد من التسارع في الأعمال لعدة عوامل. فالجزء اللي هو تم أو الجزء اللي هو بيتم من شهر مايو السنة اللي فاتت، وإن شاء الله منتظر إن هو ينتهي في يونيو السنة القادمة بإمكانيات قناة السويس كاملة. كويس، مفيش استعانة بأي خبرات أجنبية، لأن احنا خدنا الخبرة الأجنبية اوريدي بالفعل في قناة السويس الجديدة الأولى. كويس، فده أنت زودتي معداتك بإضافة كراكة مهمة ميشو، كراكة حسين طنطاوي. النهارده الواحد كان سعيد بإضافة الوحدات البحرية الجديدة، النهارده ال 16 وحدة البحرية اللي متقسمة على أكثر من جزء. فأنت ماشية في اتجاه صحيح. قناة السويس من ضمن عناصر مهمة جدا في الموارد المصرية. قناة السويس زي ما شرح السابقون من أهم الممرات الملاحية على مستوى العالم التي لا غنى عنها. بس لا غنى عنها وانت لو فضلت تقولي أنا موقع استراتيجي والناس هتيجي، لا طبعا. النهاردة انت بتحسن الخدمة، انت لما بتضيفي قطرات جديدة ده مهم، لأن كل حاجة وليها عمر، مش هتفضلي على القطرات اللي هي موجوده عندك من سنوات، لابد ان انت تحدثي. اما بتجيبي خدمات، بتعملي خدمات مستمره في المرفق، واخد بال حضرتك، سواء من اعمال تكريك او اعمال تسويه، اعمال يعني التكريك والتوسعه اللي بتتم، اما بتضيفي جزء جديد في المسار المزدوج، ده كل ده بيخليكي اللي انت بتحافظي على تصنيفك في المركز الاول، وبيخليكي اللي انت بتزيدي الفارق بينك وبين الاخرين. النقل البحري العالمي ده رأسمالية عالمية، لو انت ما عندكيش المسار اللي بيحقق المكسب للمتعامل معاكي، مش هتلاقي هذا العدد اللي وصلنا ل 80 سفينة في اليوم، ومنتظر انها ترتفع ل 85، ومنتظر اللي هو زي ما قال الفريق اسامه. دكتور احمد، بمناسبه الحديث عن عبور وعدد عبور السفن في المجرى الملاحي في قناه السويس، الى اي مدى من الممكن ان نستفيد من مشروع تطوير القطاع الجنوبي في قناه السويس؟ والى اي مدى من الممكن ان يؤثر على حركه الملاحه العالميه في قناه السويس في الايام القادمه؟ بص حضرتك، انت سنه 2014 كان متوسط العبور 49 سفينه، متوسط العبور ده اتعمل اجمالي عدد السفن على عدد ايام الملاحه. كويس، انت رفعتي المتوسط دلوقتي ما بين 80 و82 سفينه. نعم، يعني تقريبا زدتي من الكفاءه بتاعتك 90%. كويس، يعني معنى كده ان هذا المجرى عليه تنامي
مستمر، مظبوط؟ نعم. فانت حضرتك عايزه تستمري بس اللي انت تقفي على الرقم اللي انت مستهدفاه 97 سفينه او 103 سفينه، ولا عايزه تستمري اللي انت يعبر عندك عدد اكبر وكميات بضاعه اكبر ويبقى نسبه استحواذك على التجاره الدوليه عبورا تزيد من 10 ل 12 ونص ل 15 ل 18 لغايه ما توصل للمستهدف ليها في 20 50 35%؟ كل ما بتزيد الطاقه عندك كل ما بتزداد بالموارد عندك. نعم. ومفيش موارد ملهاش تكلفه. يعني مفيش حضرتك لو انت ما بتضيفيش الوحدات البحريه، ما الوحدات البحريه دي مش لها تكلفه. بس اضافه التكلفه الى هذه الخدمات الموجوده بتزود عندك الموارد، اللي هي على فكره موارد قناه السويس المية بيصرف عليها 5، فانت النهارده الفائض في قناه السويس كبير، وبالتالي انت قناه السويس بتقدري تعملي كل احتياجاتك من التنميه في الفتره الحاليه زي ما قال سياده الرئيس من مواردك الذاتيه. يعني انت من 5 سنين استعنا بالتمويل الشعبي عشان نعمل قناه السويس الجديده والانفاق. نعم. مظبوط؟ مظبوط. احنا النهارده بنعمل توسعه جديده كويس وتحسين للممر من الموارد الذاتيه لقناه السويس. فهو انت ما بتقولي على العائد والمستهدف، طبعا عائد ومستهدف ونتيجته على فكره مش واضحه بس في اللي انت بتزودي موارد. يعني انا ما اعرفش انتوا ما انتبهتوش ان في حاجات اتعملت في ضمن الوحدات البحريه دي داخله في المسؤوليه المجتمعيه لقناه السويس. يعني قناه السويس اما توصل لجنوب مصر وتعمل وحدتين بحريتين لخدمه نقل الركاب ما بين الضفه الشرقيه والضفه الغربيه في في النيل، انت عارفه حضرتك التذكره بتاعت النقل دي بكام؟ 25 قرش. نعم. وهذا الحديث سوف يقودنا الى الحديث ايضا على المسؤوليه المجتمعيه التي تتحدث عنها الان، وايضا كيف تخدم هذه التطورات الموجوده حاليا على ارض الواقع في قناه السويس المواطن المصري البسيط. انت في المسؤوليه المجتمعيه في اللي احنا شفناه النهارده اضفتي وحدتين لجنوب مصر في الاقصر، اضفتي وحدتين لبورسعيد معديات جديده عشان تنقل ما بين الشرق والغرب ما بين بورسعيد وبور فؤاد. نعم. واخد بال حياتك؟ اضفتي القريه الاولمبيه اللي انت عملتيها في الاسماعيليه. واخد بال حياتك؟ فهذه هذا من ضمن المسؤوليه المجتمعيه لقناه السويس. قناه السويس لو ما كانتش بتكسب ما كانتش هتقدر تعمل الكلام ده من مواردها. بالتاكيد. مظبوط؟ المسؤوليه المجتمعيه انت بتخدمي اهل اللي يعني وصلت لجنوب الصعيد اهو. يعني انا بشكر قناه السويس انها بس مش مقتصره على تنميه مجتمعيه في مدن القناه، لا واصله ايه؟ بتخدم في جنوب الصعيد، عندها ترسانه بقى ترسانه نيليه في ارمانت، عملت وحدتين في الاقصر، وممكن تشتغل برضه وحدات في اسوان. يعني خلينا نعترف ان احنا النهارده قناه السويس ده مرفق مهم جدا عالمي بيقوم بكل دوره سواء كان في تنميه موارد الدوله او في الخدمه والمسؤوليه المجتمعيه لجزء من شعب مصر، لان لا يمكن قناه السويس هتخدم 100 مليون واحد يعني. نعم. كويس؟ بس الاتجاه صحيح اللي احنا ماشيين بيه زي ما قال علي وزير الماليه، مع مرور العديد من الازمات لو ما كانش عندك اللي فيه اثار ايجابيه للاصلاح الاقتصادي اللي انت قمت بيه في الفتره اللي فاتت، انت كنت جيتي في ازمه كورونا حصل عندك مشاكل، كنت جيتي في الازمه الحاليه المشاكل اللي احنا فيها كانت تبقى اكبر بكتير. يعني واخد بال حياتك؟ يعني سياده الرئيس لما اعلن ان ما زالت في فئه او شريحه تقريبا عددها 17 مليون في شعب مصر ما زال اللي هو تكلفه الغاز بالنسبه له من 3 ل 5 دولار، النهارده الغاز على المستوى العالمي ب 35 دولار. يعني انت بتاخدي 10% من التكلفه. نعم. والرئيس اعلن صراحه ان هو لو ما كناش اللي احنا عندنا القدره على مواجهه هذه الازمات وكنا شاركنا الشعب في هذه المسؤوليه وتحمل التكلفه كامله ما كانش حد هيستحمل يعني. بالتاكيد. واخد دكتور احمد، الفريق اسامه ربيع قال ان قناه السويس اصبحت مقصدا لكل الخطوط الملاحيه التي لم تكن تعبر بها من قبل. طبعا وبعد أضاف عدد محترم جدا في نعم. في الفترة الجديدة بسبب قناة السويس الجديدة. يعني أنت النهاردة لما تضيفي 4800 وحدة 4800 سفينة على مدار 6 سنوات، يعني أنت بتتكلمي تقريبا في 800 وحدة
800 سفينه في السنه ما كانتش بتعبر عندك، بتعبر نتيجه ان لقت ان هذا المطار هو اكثر ربحيه ليها بتشغيلها، وابتديت اللي انت تغيري. هو ده كان الهدف، ونتيجه السياسات التسويقيه ايضا المتاحه الان. هو ده الهدف يا فندم، هو ده الهدف، اللي انت النهارده لا تفقدي عميل وتستهدفي اضافه عملاء جداد، فانت النهارده لا تفقدي طن بضاعه ودايما مستمره في اضافه موارد جديده للدوله. طب انت عايزه ايه اكتر من كده؟ ما هو ده، هو ده السعي الصح بالتاكيد. واخد بال حياتك؟ بس لا، كل التوفيق لمصر وكل التوفيق للبلد، كل يعني كل الشكر طبعا لقناه السويس وعمالها وقيادتها، ويعني وكل الشكر لحضرتك. شكرا جزيلا دكتور احمد الشامي، مستشار النقل البحري، خبير اقتصاديات النقل، شكرا جزيلا لك.